عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بقوة التلاحم والتكامل لمواجهة كيد الحاقدين العابثين بأمن الجزائر ووحدتها، أكد الفريق سعيد شنقريحة أن الانخراط في واجب ضمان الأمن الوطني لا يستثني أي جزائري، وللنخب الوطنية على اختلاف مواقعها مسؤوليات وأدوار تكبر فئات غيرهم. الانخراط في واجب ضمان الأمن الوطني ليس حكرا على مؤسسات معينة من الدولة، وإنما هي مسؤولية كل جزائريين. أن مقدار المسؤولية التي تقع على عاتق النخبة الوطنية الإدارية والأكاديمية والإعلامية أكبر من تلك المنوطة بغيره، لذا يستوجب على هذه النخبة أن تقوم بدورها في هذا السياق على أكمل وجه، كل في موقعه وفي حدود صلاحيته. الفريق شنقريحة نوه إلى فشل كل مساعي نفث السموم الخارجية المستهدفة للأمة الجزائرية عبر التشكيك والتشويش، ليشيد بالجهود الجبارة التي يبذلها أفراد الجيش الشعبي مداد الحدود للدفاع عن التراب الوطني. هذا الانتماء الذي أصبح هدفاً للتشكيك والتشويه من أطراف خارجية حاقدة تحاول عبثا نفي اللحمة الوطنية بين الجزائريين كأمة واحدة موحدة ضاربة في أعماق التاريخ، إلا أن هذه المحاولات البائسة واليائسة انقلبت على أصحابها، لأنها لم تزيد الجزائريين إلى تلاحما فيما بينهم، يتخذون من التضليل الفكري والإعلامي وسيلة للوصول إلى أهدافهم الهدامة. رسائل صريحة وجهها الفريق سعيد شنقريحة إلى العابثين المتربصين بأمن الجزائر وتلاحم أبنائها، يذكرهم خلالها بخيبة محاولاتهم وفشلها.